يا لثارة الحسين. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. حسين 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 حسين. لا تسكت لا تسكت. Oh,
ما ظنكم ترضون خلوني وحدي ما ظنكم ترضون طفلة بمرضها تبقى وانتم تمشون عيوني تنسر كانت بكم تدرون طلع هالروح عندك دخيلة على العليلة عندك دخيلة على العبد عبد أخذوني وياكم يا أبويا يا حسين بعد الهواشم ويا أخوت الغيبين علامك انشدك وانا ما عندي علامك وعلامك ما ترد جواب لي يجاوبها الإمام العباس سلام الله عليه يقول يا زينب لا تسأليني علامي يا زينب لا تسأليني علامي طاح حزامي والشايل علامي علامي حزنت عليه مثل حزني علامي علمي وبقيت بآه بس تسعر علي أحلفك يا قمر جدنا ودينا أحلفك يا قمر جدنا ودينا للعباس اخذنا انت ودينا اريد بوعده ذكرنا ودينا وعساه يقوم خويا يرد لي شقلت يا اختي والعباس شقلت يا اختي والعباس على الماي جفوفه مقطعه وطاح على الماي ويغدرون يا زينب كان على الماي على الماي وكنت تدري يطيح بئن ميه اريد اوصل انا العباس ودنه اريد اوصل انا العباس ودنه اخذنا انت يا اخوي حسين ودنه اخذنا انت يا اخوي حسين ودنه وعيال اطفال كلها تصيح ودنه
نروح وياك ويبن الزكيه. احلفك احلفك يا اختي بالزهره، احلفك يا اختي بالزهره وبين يشمتون العدبيكم وبين وبين يشمتون العدبيكم وبين وبين القمر عباس هالنايم وبين وبين جيوش اعداه يختمنا الميه. يا اخوي حسين اخذنا انت وردنا، يا اخوي حسين خذنا انت وردنا، حملي بالصبر جم ذبل بينا العمر وذبل وردنا. القمر عدنان نمشيله ولدنا، نضمد جروح ابن حامل حمية. يا زينب يا زينب انت بنت حيدر الحرة، يا زينب انت بنت حيدر وحرة، حملي بالصبر جمرج وحرة، وزمانك يا اختي هل قرر وحرة جفيلك ينكتل وانت سبيه. تدري اخويا مالي ترابي وعيوني يا بسكينة ترى بي، أريد أمشيله وبراسي ترابي وأريد يقوم ينفض هالعليلة. تركت عيالي وامالي ترابيج، نفض يا اختي من عندك ترابيج، وتراه الزهر يا زينب ترابيك، وريد بصبرك تواسيها هي. يا خويا بالزود اللي عزه واللي يروح، يا خويا بالزود اللي عزه واللي يروح، اواسي الزهرة بالامي واللي يروح، وقلبي للنهر جرني ولا يروح. يريد يقول له قوم الحق علي، يريد يقول له قوم الحق علي. المستاجر الخادم اهل البيت عليهم السلام احمد الفيش، افلح من صلى على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، وعلى بلا
الناصر شهيد العراق الضامي بين النهرين مولانا ومولى الكونين أبا حبيبي يا حسين يا طبيبي يا حسين نور عيني تصفحت أخبار السفارة لم أجد سفيرا يداني مسلم ابن عقيل أرى ذكره حيا وإن غاب شخصه أرى ذكره حيا وإن غاب شخصه لدى كل دور في الحياة وجيلي متى ينتقي الصبط صبط محمد متى تسمع الدنيا له بمثيلي نحى أرض كوفان بأمر ابن فاطم ولم ينثني منها لموت دليلي نحى أرض كوفان بعزم وحكمة وباعين بإصلاح الأمور طويلي فبايعه 20,000 برغبة ودمع من الشوق الشديد همولي ولكنهم سرعان ما غدروا به ولكنهم سرعان ما غدروا به وأمسى قتيلا وهو غير قتيل فإنسى لدمع أو بكته يتيمة فذلك تشيع ليوم رحيل وهل كيف لا تبكي اليتيمة والدا يا يا انشاء
شفيقا وصولا فوق كل وصايا. بكته وأبكت عمها خالها بسؤالها هبي كيف لم يبعث لنا برسول يا عمي وبالسفار يا عمي ضاعت اخبار يا عمي ليش ما ود رسالة يخبرنا عليه صار ما صار تقل يا ابويا 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 اليتيم بعد ابوه ابويا اليتيم بعد ابوه يجعوا لي انا ويسلوه وان شاء عم عدا اخوه ابويا برا المدينه يطلعوه هداغا سكننا وضغر بأبي وأمي متوجغا إلى العراق مسلم لاح ظهر الغاز والكوفة قصد لينا رايد ياخذ البيع لحسين مغالي تفدين النبي باسمه ومن شلون يتعذر عما بالظنك مندوب وهو اللي أثلم شكر شد العزيم بالله وسار من مكة وقطع بالبار لا تشان تم بول يمه الدمعة على بن عمه لا تشان تم بول يمه الدمعة على بن عمه زايد بالقلب همام يدري بغدرة الكوفة ويعرف كل مخازين وصلها وخطبوا اليمة قرام للخالص الشيعة مسلم ليك متعنى ومن كم ياخذ البيعة ليطيع عمري لابن عمي ليطيع عمري لابن عمي يحب ولمره طيعاً يود ولمره طيعاً أصيك مطيعوني مسلم قرة عيوني منا لا تخيبوني غريب بداركم يمسيم ولا يندى المحاريغم لما سمعوا المكتوب صار لهم بواش ويد وكلهم بايعوا مسلم وقاموا يسبون يزيد قالوا له يا مسلم عاد من عندك اليوم نريد تكتب لعيد والينا
يعجل بالسفر لليمن حتى يظل لي علينا ودين المصطفى جده وكل السنن يحيغن كتاب مسلم يا ابو السجاد عجل بالسفر هالحين بالكوفة إليك شيعه الغيرك ما تحب يا حسين لما نوصل مكتوب قراه وجرت من العين صاحب صوت يا عدنان أريد أضع العيد كوفان قوموا رجبوا النسوان وانت يا قمر عدنان لختك قوم باري تم مسلم على الحال بيده يا مرو ينغم وعلى الخير والطيبات يرشدها ويعلمهم للكوفة يعفى ابن زياد وانقلبت كل غضب مسلم يدير العين ما يدري الوجه لا لفت يسار يمين لعد يا كتور ما يدري بطل حيل ينوين قامت تسريج دامة لما جابت الطاعم وقف على الباب متحير ونار الهضم بضلوع طلعت شافتي على الباب مسلم تسجب دموعه صاحت والقلب مرتاب شني وقفتك على الباب ومسلم خنقت العبرة ولا يقدر يحاشيها على باب داري في حرم غير حرمك قال ما في قلبي مما تظنين أمت الله هل تسقيني شربة ماء آيام جاءت إلي بإناء شرب قالت لشربت الماء شوف الناس مشتد علي ضم مدري ايش قصدي قال الغا قال الغا يا الحرة انا بحيك مرغل ما عندي سواد الليل سواد الليل ضيفيني اجازيش وتجازيني قالت من أنت يا بنت وحذاك اليوم يا يابا تقفدوني مسلم صاح يا طوعة وكل الناس غدروني مسلم صاح يا طوعة وكل الناس غدروني لطمت على الوجه وتصيح طبل الدار يا عيوني شايف الغربة لطمت يا بلطمت على الوجه وتصيح طبل الدار يا عيوني فدوة تروح لك طاعة مسلم ما سكن عمر تشوف يسجب دموعه وآيات الصبور كل ساعة يم الباب يتلقن قالت لك صاحت احكي لي عن الحسين بكت وقالت اخبرني عن الحسين قال بعثت له مكتوبا
حتى يأتي إليهم عن نفسي ينسولف لي غاتي وقل لي شلون يقل أبعثت لي مكتوب ولي أبو محمد أبعون اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم كن لوليك خاصة الزيارات في أهل البيت التي صدرت إما عن الوحي وإما عنهم عن صدورهم وأفواههم الطاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الزيارات تحفظ الإنسان من كثير من الأشياء والإرباكات التي تتسبب، سواء الإرباك الاجتماعي، الإرباكات الأخلاقية النفسية،
لهذا أكون موضوعك وبحث حول الزيارات وخاصة زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء فيها التفات عجيب غريب، من جملة ما فيها أنها تذكر الإمام الحجة مرتين ويطلب التالي والقاري لها، يطلب مرتين بطلب في هذه الزيارة، يطلب القاري والزائر بها مرتين أن يكون مع الإمام ليأخذ بالثار. ليش؟ لأنه إذا صرت مع الإمام وأخذت الثار تصير في مضامين السلام عليك أثار الله وابن ثاره، يعني الله إلى الآن سبحانه وتعالى أهل البيت إلى الآن ما أخذوا بثأر الحسين. ثأر الحسين مو قتل النفس الشقية كشمر وعمر بن سعد، لا، الثأر تطهير الأرض من الظلم، تطهير الأرض من كل شيء ورين، سواء كان بقلبك، سواء كان ببيتك، سواء كان بينك وبين ابنك. الابن بعض الأحيان ما يطيق أبوه، هذا نوع من الظلم. الأب بعض الأحيان ما يرشد ابنه، هذا نوع من الظلم. والظلم هو الإبعاد، الظلم هو الطرد. تطرد لك واحد من رحمة الله، من الخط المستقيم، من المعروف. إذا طرد الإنسان هذا ظلم. هذا لما نأتي إلى هذه الزيارة الكريمة تشوف في فقراتها كلمة وكلمة، حتى إذا فيها شيء وارد يكتب الناقل لها تحتها أو فوقها نسخة بدل، يعني مثلا هاي الكلمة إما كذا تكون وإما لا تكون. مثلا بعض الأحيان يقول لك طلب ثاري، وبعض الأحيان يقول لك طلب ثار ركم كلمتين، وحدة منهن تقول أنا طلب ثاري، يعني أطلب ثأري لأنه أنا أريد العدل، أريد الأحقية لمحمد وآل محمد، وتارة تقول إحنا، يعني كل النفوس، كل الأنبياء، كل الأوصياء التي تحضر هذا المشهد أو تحضر الحضور الواقعي التي سجدت له الملائكة، وهو الوجود النوراني للخليفة الإنساني محمد وآل محمد الذي تجسم بداية في خلقة آدم عليه السلام بالمحسوسات. زين، فيه فكرة عجيبة غريبة، مو والله السلام عليك السلام، قلت لك البارحة السلام شنو، هو نفس الشيء. الله سبحانه وتعالى عنده شكثر دعاء الجوشن الكبير ألف اسم، الأسماء الحسنى مئة اسم، ما يصلح تقلع واحد الله عليك تقول له السلام عليك يرتاح، قل له الله عليك لك عمل ليش تحلفني، بعد أعظم من الله شيء؟ هاي اللفظة حتى في التفسير القرآني اليوم يقولون كلمة الله، كلمة الله الإنسان إذا يقرأها ويأنس بها لربما تصير مصداق، إن الذين آمنوا ويذكرون الله، شلون الآية زين، الاطمئنان القلبي للآية الكريمة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقولون الذكر الإلهي شنو هو؟ هل الله عند ذكر أو هل نحن نذكر الله؟ هل الله هو عند ذكر وإحنا نسوي أو لا إحنا نذكر الله؟ فبعض العلماء يقولون ذكر الله يعني هي كلمة الله، قل يا الله، قل الله بهذه الكلمة بحروفها بالهمزة واللام، واللام المشدد يعني، والألف والهاء، لما تأتي إلى هاي الكلمة
يقولون هاي الكلمة حرفا ثم بعد حرف، حرفا بعد حرف، لها تأثير حتى بالارتجاج على رئة الإنسان لتعدل ضربان القلب. قول الله الله أو يا الله يتعدل. فأنت لما تجي تقول هذا السلام من الله عليك، يعني إذا عندك شيء، إذا عندك تعب، إذا عندك عسر الله يعين. وبعض يقولون لا، الذكر الإلهي هاي طردا للباب، الذكر الإلهي هو ما ذكر الله به. الله سبحانه وتعالى عنده ذكر، الله سبحانه وتعالى زين شنو كلامه؟ ما هو كلام الله؟ ما هو كلام الله؟ ما هو ذكر الله؟ القرآن موجود، مو تفنن أنه أنا أو أنت ذكر لله. يقول إن الله وملائكته يصلون. الله خارج الزمان والمكان ولا لا؟ الله خلق الزمان والمكان. وإجا ذاك العالم لعد المرحوم الشيخ الأميني قال له أنا عندي كم سؤال منك، أنت كإنسان في مذهب أهل البيت. قال له نعم. قال له إني أرى مغالاتكم جازة الحدود. قال له مثلا، قال له مثلا تقولون الأئمة يعلم بما كان وبما يكون وبما هو كائن. قال لي وش المشكلة؟ قال له هاي صفة الله. قال له إن الله داخل الزمان والمكان وفراتنا دم. عمي احنا الله نقول خلق الكون وخلق التكوين وكون الكون وكون التكوين، انت وينك عن هذه؟ انت تريد تحصر الله بزوايا معدودة محسوسة، ونحن هذا لا نقوله حتى للمؤمن. فلما أدخلها في فكرته ودعها في أمره قال له اسهل. قال له يا انحلت بعض الشيء ما ينحل. شريد أقول لك، أريد أقول لك علي بن أبي طالب وين؟ أريد أقول لك الخلافة كيف؟ أريد أقول لك بالوضع التفسير ما في. لهذا يقولون هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بعض الأحيان هاي الكلمة فيها، هي كلمة الله، هي فيها تأثير خاص على نفس الإنسان، على وضع الإنسان، على قضايا الإنسان. فلما نأتي إلى الزيارة، والزيارة هاي نقول جاءت من ساحة القدس، جاءت من قبل الله مو منه ومنك. لهذا حتى التغيير، حتى التغيير أنه شلون ما أريد أزور، لا يقولون لك إذا أزورها زورها بعدين. فيذكر بها مكانين، يذكر في مكانين من هذه الزيارة الإمام الحجة، مرة بطلب الثائر أنه أريد أكون معك ثائر، أطلب ثأر الحسين، ومر في شيء عجيب غريب، عجيب غريب، وهو أنه يذكر أنه أريد أوصل لعد المقام المحمود، المقام المحمود أريد أوصله، لكن هذا الوصول إلى المقام المحمود لا يكون إلا بواسطة الإمام الحجة، بالدخول في ساحته، بالتسليم بولايته وإمامته. شاب أنت شلون تدخل لعد الإمام الحجة؟ عندك شهوات، عندك غرائز، عندك محتاجات تضبط نفسك. تاجر أنت تقدر يوميا تطلع لك ممكن بالآلاف، لكن كن صادق، وما لك غرض بكثرة المال، لك غرض بصحة المال، بصفاء المال مع أهلك، تريد تمونهم بس مونهم بالحلال، أخلاقياتك، تريد ابنك يصير أحسن منك بس كون أنت رزين بالبيت، الأم تكون رزينة بالبيت. حتى هذه الرزانة بعض الأحيان خارجة حتى عن طوارئ الحدثان أو إطار الحواس. يعني أنا أجي
أشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام كذا كذا كذا، ثم شو يقول؟ نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه. بالله عليك واحد يدخل الأكسجين يطلع كربون، شلون تسبيح الله؟ ها العملية هذه، لأنه في عبادة الله أكون، فتبديل مع ما أنه على إثرها الحياة اليومية، تبديل أكسجين إلى كربون يعطي تسبيح ويعطي تنوير إلهي. هذا عمي شوية اللسان كون شوية يكون بعض الأحيان تصير فلتة نبتلي، ما أدري شلون أطلع منها، ما أدري شلون كيف أخرج منها. لهذا هاي الزيارة تعبرنا، وهاي الزيارة فيها ثقل أكبر، أن بعض أساتذتنا يقول وضعت بعض الزيارات لبعض الأمور لو وعيناها لما بدا منا منكر. شوف أنت اليوم أكو جماعة، أكو جماعة زين، هذا يطالع الكتاب مثلا، يقول جماعة الفيروزيين، وأكو جماعة الجاهلين، نينهم نوعين. واحد هو يعني مثل ما يقول مخضرم لكن فيروزي، شلون هذا؟ هذا يروح يطالع الكتاب، شاف هاي النظرية مالت سارتر أو بارتر أو ما أدري ياهو من هذول الجماعة، زين عجبت، تعالوا لقيت لكم دين، لقيت لكم شيء. عمي علي بن أبي طالب هذا ما ينقاش بيتراح السارتر، جايب لي نظرية السارتر جايب نايفني دوو دوزي وما أدري، هذول صحيح عندهم منهجهم الخاص، لكنهم مو معنى أنه يعلون على معتقدنا، وذولي ما عندهم الشيء. بلير عنده نظرية، ذاك الآخر عنده نظرية على أنه شخصية الإنسان كيف تبنى، زين هذا قال أنه صفر من الصفات إذا علت بالإنسان يبين أنه كريم، أنه بخيل، أنه شجاع، أنه أنه أنه. الثاني قال لا، مجموعة صفات تتكون في نفس الإنسان، تظهر وحدة منها من مجموعة الصفات يا الله يسمى، تتعارض الصفات يا الله. سانت أراك بسنة 2011 أو 2010 طلع نظرية عجيبة غريبة، يقول لا الصفة لا مو دخيلة. سانت أراك يقول شخصية الإنسان تبدأ من رحم أمه، ويتمين لك هاي. قال أنا قريت بالقرون الماضية واحد اسمه مثل ما نقول إحنا جعفر الصادق عليه السلام، أنه يقول الشقي شقي من بطن أمه، والسعيد سعيد أيضا وين؟ من بطن أمه. يعني أنا لما أجي أشوف أهل البيت عليهم السلام يعطوني قاموس كيف أسير بحياتي،